تعالوا نشوف مع بعض تقرير مهم جدا صورته كاميرا يحكى أن من داخل مكتبة الكاتب الكبير الأستاذ الكاتب الصحفي محمد بركة. وطبعا حضراتكم أكيد عارفين قد إيه المكتبة ممكن تكون مهمة جدا في حياة كل كاتب، وهي بالنسبة له مش مجرد مكان بيقعد فيه، لكن هي بالنسبة له الونس، هي بالنسبة له جزء من روحه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بدايتي في الكتابة بدأت سنة 1994، وكنت أحد الفائزين في أول مسابقة للقصة القصيرة تنظمها جريدة أخبار الأدب برئاسة الكاتب الراحل جمال الغيطاني وبحضور الأستاذ نجيب محفوظ، وخرجت الجريدة بمنشط بتقول 20 كاتبا هديتنا إلى مصر. كنت أنا أصغر المتسابقين سنا. توالت فيما بعد إصدارات الأدبية ما بين القصة القصيرة، ثم انتظمت في السنوات الأخيرة في الرواية. أبرز مؤلفاتي في الرواية الفضيحة الإيطالية وأشباح بروكسل وحانة الست وآيس هارت في العالم الآخر الرواية الأخيرة، وحالياً أنتظر قريباً خبراً سعيداً هو صدور رواية اسمها عرش على الماء. يعني أنا عشت حياتي كلها الكتاب بالنسبة لي هو السحر، وهو المعنى، وهو الرسالة، وهو الشغف، وهو الشيء اللي بتجد فيه نفسك. فيمكن لأن أساساً من دمياط، من قرية زراعية، وقدمت إلى القاهرة عشان حلم الأدب والكتابة والتحقق. كانت في أوقات كتيرة جداً بيبقى عندي كتب مهمة بفقدها وأنا بنتقل من مكان لمكان. مؤخراً المكتبة السادة المشاهدين شايفينها ديت هي يعني جزء صغير من مقتنياتي في الكتب، وبتمثل يعني الواحة الجميلة وسط صحراء من لهاس الحياة اليومية. حالياً هي جزء كبير منها كان من أيام الجامعة ومن أيام الشباب. الكتب الأساسية يعني مثلاً الكاتب الروسي أنطون تشكوف، أنا بالنسبة لي مؤلفاته دي شيء أساسي يرافقني في جميع مراحل حياتي. حاولت في المكتبة أتخلص من الفوضى دي شوية قدر المستطاع، بفهرسها حسب الموضوعات. يعني مثلاً أنا مهتم بكتب السير الذاتية، فأعمل رف للكتب السير الذاتية. مثلاً عندي نسخة نادرة من ألف ليلة وليلة الأصلية مش المنقحة، فهتلاقيها واخدة مكان بارز وأشياء من هذا القبيل. يعني فشوية ملابسات كده اجتماعية وأسرية خلتني طفل شبه وحيد. القراءة وفرت لي عوالم مدهشة وساحرة وجذابة، كانت بالنسبة لي هي العالم الحقيقي. ولازلت حتى الآن بندهش من فكرة إنه إزاي كتاب صغير ممكن يدي لك تجربة عمر وحياة كاملة، أو ممكن ينقلك لبلاد عمرك ما كنت يعني عمرك ما هتسافر لها. فيه جزء وهم أو أسطورة متعارف عليه وغير صحيح فيما يتعلق بالإلهام، إنه أنت مثلاً تبقى سرحان أو شارد ففجأة تجي لك فكرة فتنسف كل اللي حواليك وتقعد تركز فيها. الحقيقة الكتابة بشكل عام والكتابة الروائية بشكل خاص مفيش فيها الكلام ده. الكتابة عمل شاق ومجهد ومنظم، ومحتاج تنظم فيه وقتك ويبقى عندك خطة واضحة. إن أنا عندي مثلاً رواية فكرتها كذا، هقعد شهرين أجمع في مرحلة البحث وجمع المادة، وبعدين مرحلة الكتابة يومياً من الساعة كذا للساعة كذا. صحيح أحياناً ممكن تشغلك حاجة، تعطلك حاجة، لكن أنت بتصحى من النوم يعني يبقى عندك عارف أنت هتعمل النهاردة إيه، ومحدد حتى كمية من الكتابة تنجزها كل يوم. الأجواء والطقوس الخاصة عندي بوقت الكتابة
بتتمثل في بعض الأشياء البسيطة. فعلا بحب أسمع موسيقى كلاسيك من غير كلمات، لأن الكلمات ممكن تعمل لي نوع من التشتت، فبيبقى ظريف إن يبقى فيه خلفية موسيقية. كمان أنا بحب من وقت، أنا بحب الفاكهة جدا، فبحب يعني من وقت للتاني ممكن أكل فاكهة أثناء الكتابة. الكتابة عندي بتبقى غالبا آخر النهار وبتبقى الصبح، فترة الصبح طبعا بيبقى مهم جدا القهوة أو النسكافيه يعني. كمان بحب من وقت للتاني أكثر حالة التركيز، أقف في البلكونة شوية وأرجع تاني أستعيد اللي أنا كتبته. في الوسط الثقافي المصري والعربي إعارة الكتب شيء سيء جدا ومغامرة محفوفة بالمخاطر، وأنا اتعلمت أن الكتاب اللي هسلفه أو أعيره لن يعود أبدا. في الوسائط الكتابة، الكتابة على الورق شيء حميم، بس طبعا للأسف تجاوزوا العصر، وبقى الكمبيوتر اللابتوب تحديدا أسرع في عملية الإنجاز والحفظ والمراجعة والتنقيح. فأنا بكتب على لابتوب، لكن حاسس بالظبط زي اللي بيشم وردة بلاستيك يعني. لكن لأن أنا من الجيل اللي في بداياته الأولى كان بيكتب على ورقة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي وإنه يدخل كمؤلف للكتب، سواء مقال أو سواء رواية أو سواء قصة قصيرة أو حتى قصيدة شعر، هو بالنسبة لي شيء مش مخيف، لأنه اللي بيحصل إيه، هو لن يحقق اختراق، يعني لن يكتب عملا يلمس الروح، ولن يكتب عملا يوجع القلب. هو في أحسن الأحوال هيكتب كتابة تستوفي كل الشروط الخارجية ولكنها بلا روح. يعني احنا عندنا تعبير في الاكل نقول ده شبه وصفه قبل نظيره، يعني المقادير صح، هيبقى مقادير العمل الفني لو جاز التعبير مظبوطه، لكنها بلا روح، لانها لم تصدر عن معاناه انسانيه فعليه. فاللي هيحصل في الحاله دي انه الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه؟ هيعيد تدوير ما تم كتابته سابقا، وده بالظبط الفشل والمأزق اللي هيقع فيه الذكاء الاصطناعي. لأن جوهر الإبداع قايم على فكرة اسمها التجاوز، إن أنا تجاوز تراث الإنسانية على مدار 1000 سنة مضت من التدوين ومن الكتابة ووصل لحالة جديدة. فالذكاء الاصطناعي لا يملك هذه القدرة، هو يقدر يجيب لك آلاف الروايات اللي اتكلمت مثلا في موضوع الحب والرومانسية، وياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا ويطلع لك منتج يبدو للوهلة الأولى إنه جيد جدا، لكن حقيقة الأمر هو على مشاعر وأفكار الآخرين.